السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة بطريقة حلوة قوي. مكرونة سهلة جدا، هنعمل مكرونة غرقانة بالصوص الأحمر، وكمان سهلة جدا لأي بنوتة صغنونة تخش المطبخ تعمل طبق المكرونة ده بكل سهولة. يلا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا. جبت طاسة على النار وحطيت معلقتين من الزبدة ومعاهم معلقتين من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش. لما الزبدة والزيت يسخنوا معايا جبت بصلاية متوسطة ضربتها في الكبة ونزلت بيها على الزبدة والزيت، هشوحهم مع بعض. وأول ما البصلاية لونها يبقى مصفر أو محمر كده حمار خفيف عشان ريحتها تبقى حلوة، كده اتشوحت معايا ولونها بقى مصفر. جبت معلقة ثوم كبيرة ونزلت بيها على البصل، هشوح الثوم مع البصل. وهجيب قرنين فلفل رومي ضربتهم في الكبة، ولو انت بتحبي الحاجة سبايسي المكرونة بيبقى طعمها جميل جدا بالفلفل الحراق يعني، هشوحهم مع بعض كده. واول ما التومة لونها يصفر معايا وكمان ريحتها تطلع، هجيب كيلو من الطماطم عشان انا عاملة كيلو من المكرونة، غسلته كويس وضربته في الخلاط وصفيته، وهنزل بيه على البصل والثوم. كيلو المكرونة بياخد كيلو من الطماطم علشان المكرونة بتاعتنا تبقى حمرة وتبقى حلوة، يبقى الصوص بتاعها كتير. جبت معلقتين من الصلصة ونزلت بيهم على الطماطم وهسيبها تتسبك. انا ما بنحطش توابل دلوقتي خالص، هنحط توابل بعد ما تتسبك عشان التوابل ريحتها تفضل في التسبيكه بتاعتنا. هي بتاخد نص ساعه، تسيبيها على نار هاديه، وبعد نص ساعه هي كده اتصلصت معايا. هتعرفي منين ان هي اتصلصت واتسبكت؟ بتبقى القوام بتاعها سميك، وكمان الزيت او الزبده بتلاقيه طالع معاكي على الوش. هحط البهارات بتاعتي، معلقه من الكمون ومعلقه من الملح، طبعا الملح حسب ذوقك، وحطيت معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من البابريكا عشان تعزز لون المكرونه. هقلبهم التوابل مع الصلصه كده دقيقه، وبعد كده هطفي عليها وتبقى كده الصلصه معايا جاهزه وريحتها تحفه وكمان لونها جميل قوي. هنسلق المكرونه. جبت حله على النار وحطيت فيها ميه، وهحط معلقه من الملح ومعلقتين من الزيت علشان المكرونه ما تلزقش معايا. اول ما الميه غليت جبت كيسين من المكرونه المقصوصه او اي نوع مكرونه انت بتفضليه ونزلت بيه على الميه. لازم الميه بتاعت المكرونه تبقى كتيره علشان ما تعجنش معانا. المكرونه كده استوت معايا نص سوا، المكرونه يبقى فيها مطه علشان انا لسه هسويها كمان في الصلصه فما بتعجنش معايا. وكمان سبت حوالي ربع كوبايه من الميه كده في قلب المكرونه، وهحط التسبيكه اللي انا سبكتها. طبعا الميه اللي انا سبتها ديت بتخلي المكرونه كده بتاعتنا جوسي كده وتبقى حلوه قوي مع التسبيكه. لما بتتسبك كده بيبقى ليها قوام حلو قوي. حطيت الصلصة، شايفين المكرونة عاملة ازاي غرقانة كده بالصوص الاحمر وفي نفس الوقت مش معجنة خالص معانا، شايفة لونها تحفة وريحتها كمان كانت جميلة جدا، واهم حاجة مش معجنة. شايفة تعملي جنبيها بطاطس مقلية، تعملي جنبيها بانيه، فراخ مشوية. هي اصلا لو عملت المكرونة بالطريقة دي مش هتحتاجي تعملي اي حاجة جنبيها، هتاكليها كده بس. كده حبايب قلبي الوصفة بتاعتنا خلصت. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.